خلال شهر رمضان على قناة كليكوك 3 فيديوهات يوميا و3 وصفات يوميا على القناة من تقديم ريم بركات، يعني ما تشوش بعيد وابقى معنا في قناة كليكوك. الوصفة الأولى سوف تكون عبارة عن عصائر أو مشروبات، الوصفة الثانية مملحات وفطائر مالحة، والوصفة الثالثة سوف تكون يعني متنوعة، إما شوربات، تحليات، تورتات والعديد العديد من الوصفات. ولا تذهبوا بعيدا، في آخر الفيديو هناك برنامج مفاجأة، كما أن هناك أيضا يعني طريقة إنشاء حساب جميع الاشتراك في القناة. يعني لا تذهبوا بعيدا عفوا، وابقوا معي إلى آخر الفيديو. بالنسبة للوصفات التي ستقدم، يعني سوف تكون هناك وصفات تحليات باردة، تورتات بالطبقات بدون جيلاتين، بدون حتى قوالي في بعض الأحيان، يعني في متناول الجميع بدون فرن، يعني سهلة التحضير، تتماشى مع رمضان، وأيضا كيكات عديدة ومتنوعة وفطائر ومملحات التي لا تخلو منها مائدة رمضان بأشكال وأنواع ووصفات وحشوات متعددة ومختلفة، وأهم شيء سريعة التحضير واقتصادية أيضا. هاتي بعض الأشكال التي ترونها على الشاشة للفطائر والمملحات، كما أيضا سوف أقدم لكم يعني تشكيلة من الفطائر والمخبوزات، أيضا يعني سهلة التحضير. ولا أنسى أيضا يعني الشربات، سوف تكون هناك العديد من الشربات متعددة ومختلفة تتزعمها شوربات الحريرة، يعني التي تتصدى المائدة الرمضانية المغربية بإذن الله. وستكون أيضا هناك يعني عصائر، يعني عصير يوميا، يعني لابد أن تجدوا يعني أي مكون لديكم في البيت سوف تجدوا له عصير على قناة كليكوك. هذه بعض أشكال العصائر التي سوف أقدمها على القناة، شهية واقتصادية. هناك عصائر يعني راقية للمناسبات، وأيضا عصائر اقتصادية. هذه الوصفة سوف أقدمها على مدى 20 يوم يوميا، وفي ال10 أيام الأخيرة سوف نخصصها للحلويات، يعني حلويات في حلويات، حلويات اقتصادية، حلويات يعني بريستيج، سابلي، وجميع ما سوف يرافقكم. والآن سوف أريكم طريقة يعني الاشتراك في القناة، وأيضا سوف أريكم طريقة يعني إنشاء حساب الجيميل. هذا هو، إذا كنتم يعني ترون فيديو تضغطوا على زر إما سابوني أو تضغطوا على كليكوك المكتوبة بالعربية، وهي سوف تقودكم مباشرة إلى الصفحة الرئيسية للقناة. هذه هي الصفحة الرئيسية للقناة على شاشة الكمبيوتر. تضغطوا على اوكي، سوف ترون يعني هنا الفيديوهات التي اضعها، فيديو فوبيا، فيديو امين، يعني جميع الفيديوهات. ثانيا سوف تجدون فيديو، سوف تجدون يعني فقط الفيديوهات بالترتيب، موضوعة بالترتيب. انا اتت ان اريكم طريقة انشاء حساب الجيميل، لان الاغلبية يعني لا تمتلك حساب الجيميل، وهناك العديد من المشتركات من تكتب لي من جيميل اولادها او ازواجها، واقدم لهم تحية بهذه المناسبة. الان سوف اريكم طريقة ان تنشئوا يعني حساب جيميل الخاص بكم. بعد ذلك سوف نضغط، يعني اذا كان لديكم حساب جيميل سوف تضغطوا على سابوني او اشتراك او سبسكرايب. سوف تدخلوا مباشرة، يعني يعطيكم هنا يعني أن تدخلوا الحساب الجيميل، إذا كان لديكم من أي حساب تضغطوا عليه وتقوموا بإدخال الرقم السري ولا مشكلة. إذا لم يكن هنا مكتوب تضغطوا على أجوتي كونت، إذا كان لديكم يعني تكتبوا، إذا لم يكن لديكم سوف أريكم طريقة إنشائه. سوف نضغط على، إذا نسيتم هنا الرقم تضغطوا على بزوان ديت، هنا سوف نضغط على كري أن كونت، يعني إنشاء حساب، سوف تكون بالعربية مكتوبة إنشاء حساب. وهذا الحساب سوف يمكنكم من يعني من الدخول إلى العديد من التطبيقات كجوجل ماب، يوتيوب، جوجل درايف، أظن فوتوس، يعني العديد العديد من التطبيقات، يعني هو سيكون له فائدة كبيرة. بعد ذلك أضغط على كريي كونت ثم أدخل البيانات. أنا سوف أريكم من طريقة بالتفصيل، وأحس أنني أقوم بدور راغب أمين في هو تقني يعني يقوم بصراحة على النت، لكن يعني الأمر بسيط. سوف ترون يعني هنا أكتب الاسم واللقب، وبعد ذلك سوف أحاول أن أكتب هنا يعني الميل. سوف أختار، يعني تختارون اسم، وسوف يكون الاسم، أنا سوف أختار هنا مروة وحيد، وأضغط على بعدها سوف تكون @gmail.com. يعني أنتم تكتبون فقط الاسم الأول، يعني أي اسم تفضلون. هنا يقول لي أن هذا الاسم موجود يعني قبلا،
سوف أكتب مربع وحيد وأضيف رقمك عشوائي. بعد ذلك سوف يقول لي أنه يعني متوفر. بعد ذلك سوف أضغط هنا على المود باس أو الرقم السري، نكتب رقم سري، ثم تعيد كتابة الرقم السري هو نفسه، وتعيد أيضا كتابة تاريخ ازدياد تاريخ ازدياد هل هذا النحو. هنا تختار رجل أم امرأة، رقم الهاتف، وبعد ذلك سوف يعطيكم أن تكتبوا هذا الرقم الذي يظهر على الشاشة، تكتبوا هنا في هذه الخانة. إذا لم يظهر تضغطوا على زر علامة استفهام أو الصوت لتسمعوا ذلك الرقم إذا لم يكن يعني ظاهر بالنسبة لكم. بعد ذلك سوف تختارون بلد المغرب أو أي بلد أنتم فيه، ثم تضغطوا على جاكسبت لي كونديسيون دوتيليزاسيون. بعد ذلك أضغط على ليتاب سيزونت يعني التالي. بعد ذلك سوف أدخل هنا رقم الهاتف، هذا فقط للتحقق، ويعني يفضل أن تدخلوا رقم الهاتف يعني لتكون يعني يكون الحساب يعني محمي أكثر. يعني تدخلوا رقم الهاتف وبعد ذلك تضغطوا على كونتينيو يعني يتبع أو تابع باللغة العربية الخانة الزرقاء، يعني تضغطوا على الخانة الزرقاء أينما كانت يعني أيما كانت اللغة. بعد ذلك سوف يرسل لكم يعني رقم وتدخلوه وتضغطوا على كونتيني، ومبروك أنشأتم حساب جيميل. وبذلك يمكنكم يعني أن تشتركوا في القناة، أن تضعوا تعليقات، أن تضغطوا على اللايك، وبعد ذلك نضغط على poursuivre vers يوتيوب يعني سوف نعود إلى يوتيوب، سوف نعود إلى الصفحة. والآن سوف تتمكنون، هنا يقول لكم يعني بدأت انسكري ماتنون انسكري على يوتيوب. بعد ذلك سوف تضغطوا على سابوني وأنتم اشتركتم في القناة. بالنسبة لمن لا يتوصل يعني بإشعارات على الهاتف يعني تنبيهات، يعني يرسل لكم تنبيهات على أنكم هذه الشان سيميلار يعني قنوات أخرى يمكنكم أيضا الاشتراك فيها، هي قنوات أيضا مميزة. هنا هذه هي الإعدادات أو إنستالين أو سيتين بالإنجليزية، تضغطوا على موفي تولي نوتيفيكاسيون يعني سوف يرسل لكم إشعار عندما أضع يعني أنا فيديو جديد، يرسل لكم إشعار على الهاتف. تضغطوا على انغجستري وهذا يعني كل شيء. بذلك تكون يعني يوصل لكم يعني اشعار كلما انا وضعت يعني فيديو جديد. هناك مسألة اخرى بالنسبة اذا اردتم يعني ان فتحتم هنا فيديو اردتم ان تضغطوا على لايك، تضغطوا على لايك اذا اعجبكم الفيديو، وهذا ما يعني يثير في الحقيقة يعني سعادتي. بعد ذلك هنا إذا أردتم يعني أن تنشروا يعني الفيديو أو تشتركوا يعني إما مع الفيس تويتر جوجل بلس أو البلوجر. وهنا في هذه الخانة إذا ما أردتم يعني أن تكتبوا أي كومنتار أو تعليق، هنا عندما تريدوا أن تكتبوا تعليق سوف يفتح هذه النافذة، سوف يقول لكم عليكم أن تنشئوا قناة يعني كخي إنشان، لا بأس في ذلك اضغطوا وسوف يعني تقوموا بإنشاء قناة، وهذه هي قناتكم. لديكم أبوني جسنا غاد فيديو، أيضا يمكنكم أن تضعوا فيديوهات لما لا. لذلك سوف نعود إلى الصفحة أو إلى القناة وبذلك نكتب تعليق، وعندما نضغط على ببليه أو نشر سوف ينشر التعليق، وهذا كل شيء. هناك مسألة أخرى دائما في فيديوهات أقول يعني تجدون أسفل الفيديو أسفل الفيديو، هناك من لا يفهم ما هو أسفل الفيديو، هو هذا، هي هذه الخانة التي توجد هنا، تضغط على بلس وسوف تفتح. هنا أنا غالبا أضع يعني الوصفة كاملة هنا وأضع الروابط ذات الصلة يعني هنا، يعني دائما سوف تجدونها مكتوبة في هذه الخانة. هذا بالنسبة لمن هو يعني يتصفح القناة من الكمبيوتر، إذا ما كنتم تتصفحوها يعني من الهاتف فلن تجدوا تلك العلامة الصغيرة يعني علامة الإعدادات أو الإنستالين أو السيتين. سوف أريكم الطريقة الآن من الهاتف، يعني الأغلبية تتفحصون من الهاتف، هكذا يبدو يعني شكل الفيديو عندما تفتحون الهاتف. إذا ما أردتم أن تدخلوا إلى القناة تضغطوا حيث ترون الآن زر أحمر، سوف أظهر زر أحمر هنا كليكوك، تضغطوا على كليكوك بالعربية سوف يعني تدخلون إلى الصفحة الرئيسية للقناة، هذه هي الصفحة الرئيسية. هنا سوف ننتبه، سوف أريكم الزر الأحمر سوف يريكم تضغطوا على سابوني، هنا سابوني وأنتم مشتركون، لكن هنا لا ترون تلك العلامة الصغيرة للإعداد الإعدادات أو السيتين أو الإنستالين. إذا ما لم ترونها سوف أريكم الطريقة، سوف تضغطوا على تلك الثلاثة نقاط ترونها، سوف تعطيكم هنا سطح العمل أو سطح الشاشة أظن أو PC. الآن سوف تتصفحون يعني القناة وكأنكم تفتحون يعني شاشة كمبيوتر، تلاحظون وها هو تظهر يعني تلك العلامة الصغيرة أو الدائرة الصغيرة ديال
لإنستالين أو الإعدادات، تضغطوا عليها وتعطيكم يعني هذه النافذة، تضغطوا على موبايل النوتيفيكاسيون لتتوصلوا دائما بالإشعارات، وها أنتم يعني مشتركون بالقناة. يعني أتمنى أن ينال هذا الشرح إعجابكم، والآن نمر إلى برنامج المفاجأة، وهو برنامج يعني أنا أعمل به منذ 4 سنوات، يعني جميل جدا. وهنا ملاحظة مهمة، هذا فقط اقتراح، يعني ليس سنة، ليس أي شيء، وفقط يعني برنامج مقترح. من يريد أن يتتبعه يتتبع، من لا يريد يعني لا مشكلة، لكنه فقط يعني يساعد يعني على ربح الأجر الكثير في شهر رمضان، يعني ويقيدنا نوعا ما، بحيث نستطيع يعني أن نتبعه بكل بساطة. سوف أشرحه شرح بسيط. هو ينقسم إلى 3 أقسام: العشرة الأولى مغفرة، ال10 أيام الثانية الوسطى رحمة، وال10 الأواخر عتق من النار. في اليوم الأول، يعني في كل يوم نعمل أي شيء من هذه الأشياء، نقوم ب يعني علامة صغيرة في تلك الخانة، يعني سيد الاستغفار هو معروف، إذا ما قلنا تقريبا هنا 10 مرات أو أكثر، يعني على حسب الرغبة، تقوم بعلامة. صلاة الضحى من ركعتين إلى ما لا نهاية، أذكار صباح والمساء، نضع علامة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هنا في البرنامج كان مكتوب لدي 100، إذا أردتم أن تذكروا 100 أقل أكثر يعني على حسب الرغبة. سبحان الله وبحمده، أيضا لا إله إلا الله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وبالنسبة لختم القرآن، هذا البرنامج يمكننا من ختم القرآن يعني كل 13 أيام، بأن نقرأ يعني 6 أحزاب يوميا، وهذا يعني سهل، فقط إذا وضعنا برنامج يعني سهل جدا، يعني 6 أحزاب عفوا يوميا، يعني سهلة، كلما قرأنا 6 أحزاب نقوم بعلامة ونمر إلى ما بعدها. دعوات مختارة، يعني 6 دعوات، يعني وهذه بالتجربة يعني تكرر طيلة شهر رمضان بعد الإفطار، يعني قبيل الإفطار و ليس قبيل، بعد الإفطار، مباشرة بعد الإفطار وأثناء السجود، وإن شاء الله يعني تكون دعوات مستجابة. وأسماء الله الحسنى لمن يريد أن يحفظها، يحفظ 4 أسماء يوميا. نفس الشيء بالنسبة لل10 الأيام، يعني ال10 الوسطى، فقط هناك تغيير في الأدعية: اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، إما 10 مرات 100 مرة على حسب الرغبة، لكن أقل شيء 100 مرة. ونفس يعني ختم القرآن، أسماء الله الحسنى، يعني هناك فقط تغيير بسيط. سوف أضع لكم روابط لتنزلوا يعني هذه الورقة، إما على شكل صورة سوف أضعها على شكل أيضا إكسل إذا أردتم أن تكتبوها على الإكسل، أو على الوورد، يعني سوف أضع 3 روابط أسفل الفيديو لتحملوا هذه الورقة. وأتمنى يعني أن تعم الفائدة، وأن يدخل علينا رمضان بالصحة والعافية، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أستودعكم الله، وأتمنى أن تنال هذه الحلقة إعجابكم، والسلام عليكم.